الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في تاريخ الفكر الاقتصادي وفي إطار حديثنا عن المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية أو ما يسمى Classical School of Economics، المفكر العظيم جون ستوارت ميل. أرجو أن يكون في هذا المقطع الفائدة الكبيرة لكم جميعا أحبتي الطلبة، وعلى بركة الله نبدأ. ولد الفيلسوف والمفكر وعالم الاقتصاد السياسي جون ستوارت ميل في شهر أيار مايو من العام 1806 في بنتونفيل، مقاطعة ميدلسكس، جنوب إنجلترا. وهو الولد الأكبر للفيلسوف والمؤرخ وعالم الاقتصاد الاسكتلندي جيمس ميل الذي كان معروفا في بريطانيا وأوروبا، وكان صديقا مقربا من ديفيد ريكاردو وجيرمي بنثام. عقد الوالد أي جيمس ميل عزمه على الرقي بفكر ابنه جون، ودفعه نحو الصدارة في المحافل الفكرية، خاصة في مجال المنفعية أو ما يسمى utilitarianism. تعلم جون ميل الابن اللغة الإغريقية وهو في الثالثة من عمره، وقرأ أفكار الفلاسفة الإغريق من أمثال زينيفون وهريدوت وهو في الثامنة من عمره، إضافة إلى قراءة بعض الأساطير الإغريقية وتعلمه اللغة اللاتينية، ما جعل منه مفكرا وفيلسوفا رفيع المستوى. آمن الوالد جيمس ميل بأن الإنسان يولد وذهنه صفحة بيضاء، تبيولا راسا، هذه العقيدة التي كانت سائدة في تلك الأيام في أوروبا، أي أن الإنسان فارغ من أي محتوى. هذه الآن صورة لجون ستوارت ميل، مواليد 1806 والمتوفي سنة 1873. نتابع. يجمع معظم مؤرخي الفكر الاقتصادي بأن جون ستوارت ميل كان الوريث الأجدر لما تركه الأب المؤسس آدم سميث من أفكار حول الاقتصاد السياسي، وأنه كان من أعظم الاقتصاديين علما ومعرفة وعمقا منذ أيام ريكاردو. استطاع جون ستوارت ميل أن ينظم ويعمم الفكر الاقتصادي الذي بناه المفكرون الاقتصاديون السابقين عليه، وكانت المدرسة الكلاسيكية تتلاشى تدريجيا خلال السنوات التي أصبح فيها جون ميل راشدا، ومع ذلك استطاع أن يدخل تعديلات ووسائل جديدة على منهج الفكر الكلاسيكي بابتعاده شيئا قليلا عن بعض المبادئ التي ظن بصحتها سميث وريكاردو. فأضاف جون ميل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي أو ما يسمى Principles of Political Economy الذي نشر في العام 1848، نشر تحسينات فنية على النظريات الكلاسيكية مثل الإيضاح والتطبيق، ما جعل الكتاب مرجعا أساسيا منذ نشره وحتى نهايات العقد الثاني من القرن العشرين الماضي، وجعل من ميل نفسه رائدا فكريا للمدرسة الكلاسيكية المستجدة أو ما يسمى نيو كلاسيكال سكول. كان ميل كاتبا غزير الإنتاج منذ العام 1831 عندما نشر مقاله روح العصر The Spirit of the Age، وفي العام 1843 نشر مقاله منظومة المنطق System of Logic، ونشر في العام 1836 مقالا بعنوان تعريف الاقتصاد السياسي ومنهج اختباره On the Definition of Political Economy and on the Method of Investigating it Proper. وتوالت كتاباته تباعا، فشملت كتابا مثل مبادئ الاقتصاد السياسي ومقالات إبداعية مثل ورقته عن التحرر On Liberty المنشورة في العام 1859. أسس جون ميل الجمعية المنفعية Utilitarian Society بهدف قراءة ونقد الفكر المنفعي، بخاصة الفكر الذي طرحه جيرمي بنثام، وتمكن في العام 1825 من تحرير بحث بنثام Treatise Upon Evidence، أي هذا هو البحث الذي قام جون ستوارت ميل بتحريره وإعادة نشره. في العام 1826 أصيب ميل بحالة نفسية شديدة، وعلى ما بدا لمؤرخي الفكر الاقتصادي والمتابعين له أدت تلك الحادثة إلى تخلي ميل عن أفكار بنثام حول المنفعية،
لأنها حسب ظنه حصرت الإنسان بمفهوم المنفعية المادية وتعظيم الذات. وقد اتهم بنثام بأنه أهمل سعي الإنسان نحو الكمال والرفعة والشرف لذاته وليس لملذة يستمدها. ومع كل ذلك لم يتخلى ميل عن فلسفة المنفعية بالمطلق، إلا أنه عدل على بعض مفاهيمها، وقد اهتم بنوعية وكمية المنفعة المستمدة من استهلاك السلعة. اعتبر مؤرخو الفكر الاقتصادي بأن جون ستيوارت ميل كان متطرفا من الناحية السياسية، وجاء موقعه الفكري إلى يسار المتحررين أو ما يسمى الليبرالز، ورأى نفسه بأنه نور العقل ضد الغباء الذي يمارسه المتكهنون أو بارسونز، وكان رائدا في الدفاع عن الحريات المدنية والتجارة الحرة وحقوق المرأة وحق الانتخاب، وأيد حق النقابات العمالية في الإضرابات والتشريعات الاجتماعية. عايش آدم سميث الآن، سندخل بمقارنة بين البيئة التي تربى فيها جون ستيوارت ميل والبيئة التي تربى فيها مفكرين آخرين مثل آدم سميث. هذا آدم سميث اللي من مواليد 1723 متوفي 1790، عايش نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى. فالمرحلة التي عاش سميث أواخرها كانت الرأسمالية التجارية أو ما يسمى commercial capitalism أو ما يسمى المركنتاليزم، ثم عايش بدايات الثورة الصناعية الأولى. وعندما نشر كتابه ثروة الأمم، كانت الثورة الصناعية الأولى تتشكل على أرض الواقع لكنها كانت تسير ببطء. وبالنسبة لثوماس مالتوس 1766 إلى 1835، وديفيد ريكاردو 1772 إلى 1823، وجيرمي بنثام 1748 إلى 1842، وجين بابتيست سي 1767 إلى 1832، كل هؤلاء قد عاشوا في بداية الثورة الصناعية الأولى، وانتهت حياة كل واحد منهم عندما كانت الثورة الصناعية الثانية تتشكل على أرض الواقع. أما البيئة التي عايشها جون ستيوارت ميل 1860 إلى 1873، فهي تختلف بشكل واضح عن الظروف التي عايشها المفكرون السابقون. أن نذكر عليها طبعا، فنجد بأن بريطانيا كانت خلال سنوات حياته تتحول من مرحلة زراعية، مرحلة زراعية أو شبه زراعية وحياة شبه ريفية إلى حياة عصرية ووجود المصانع في المدن الرئيسة. وبالتالي فإن ميل كان ممن شاهدوا آثار الثورة الصناعية الأولى وقطفوا من ثمار التقدم المادي الذي سببته، وشاهد عمليات التصنيع السريع في بداية الثورة الصناعية الثانية، ولمس في كهولته الضغوط والمشاكل الاجتماعية والإنسانية والتبعات التي رافقت الثورتين. الإنتاج والتوزيع حسب رأي جون ستيوارت ميل Production and Distribution. من الجميل أن نذكر في هذا المجال بأن ميل قدم زوجته هاريت تايلر كمفكر اقتصادي على الرغم من عكس ذلك، وعزى لها تطوير بعض الأفكار التي هو كان مصدرها، كقوله على لسان هاريت تايلر بأن قوانين الإنتاج تقنية بطبيعتها، technological in nature، يعني قوانين الإنتاج تخضع لقوانين صارمة، قوانين علمية، لكن قوانين التوزيع مصطنعة أو مصنوعة من البشر أنفسهم، man made، ما يعني بأن هذين الصنفين من القوانين يختلفان في الترتيب. على الرغم من ذلك يتفاعل الإنتاج مع التوزيع كما يأتي. يؤثر توزيع الدخل على قرارات الإنتاج من خلال الطلب، وبدورها تعمل قرارات إنتاج خاصة ما يتعلق منها بحصص مدخلات الإنتاج نسبة إلى بعضها البعض بالتأثير على الدخل. يقول ميل بأن هناك ثلاثة عوامل تساعد في خلق الثروة، هي الأرض والعمل ورأس المال. وقد عرف العمل بأنه أي جهد طبيعي أو ذهني للبشر، physical or mental effort of human being، وقد يكون العمل من وجهة نظره أداة فاعلة غير مباشرة في بعض حقول الإنتاج مثل صناعة التعدين أو صناعة التعدين وصناعة الأدوات والمعدات وحماية أو حراسة الصناعات ونقل البضائع للمستهلكين واختراع أدوات وعمليات إنتاج جديدة. الآن ملخص سريع لبعض الأفكار التي وردت على لسانه، طبعا عزاها إلى هاريت تايلر هنا. قوانين إنتاج تقنية بطبيعتها technological nature،
لكن قوانين التوزيع مصطنعة من البشر أنفسهم أو مان ميد. نتابع. عرف ملء الثروة مع كل ما يمكن أن يكون مفيدا فيها، شريطة أن يكون له، يعني هذا الشيء المفيد أن يكون له قيمة بالتبادل exchange value، وقد قصد بالمفيد فيها أي شيء فاعل ومؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الإنتاج، وشمل ذلك رأس المال البشري human capital. أما الأشياء المادية في الثروة فهي القابلة للمراكمة أو ما يسمى كان بي accumulated. تشمل قوى العمل الإنتاجية كل أشكال الجهد المبذول في خلق المنفعة الكامنة في الأشياء، وقد حصر العمل الإنتاجي في العمل الذي ينتج الأشياء المادية حتى ولو بشكل غير مباشر، وقال بأن العمل غير الإنتاجي هو الذي لا ينتهي عند خلق الثروة. من جملة ما قام به ميل أنه حدد دور لرأس المال، حدد دورا لرأس المال والتراكم من رأس المال في الإنتاج، وقال حول الموضوع بأن امتناع الرأسمالي عن استهلاك كل أرباحه يؤدي إلى زيادة ادخاراته، وهذه الادخارات بدورها تذهب إلى الاستثمار. وركز على المبادئ الأساسية الفكر الكلاسيكي المتعلقة بالنظرية الاقتصادية الكلاسيكية للتقدم الاقتصادي وما يسمى economic progress. وتشمل هذه المبادئ أربع افتراضات: الأولى رأس المال هو الذي يعين حدود الصناعة، الثانية الادخار هو مصدر التراكم الرأسمالي، الثالثة يحدث الادخار من أجل استهلاك المستقبل، والرابعة والأخيرة توظف العمالة المنتجة بدعم من رأس المال. إذن هذا الآن الافتراضات الأربعة. ثاني مرة، رأس المال هو الذي يعين حدود الصناعة، الادخار هو مصدر التراكم الرأسمالي، يحدث الادخار من أجل استهلاك المستقبل، توظف العمالة المنتجة بدعم من رأس المال. تابع. قدم من موضوعي التوزيع والتبديل والتبادل distribution and exchange في الكتابين الثاني والثالث من مبادئ الاقتصاد السياسي، وقال بأن لهما دورا ثانويا، أي عن التوزيع والتبادل، لهما دورا ثانويا في تقسيم حجم الثروة المحدد مسبقا، أي حجم الثروة predetermined محدد مسبقا بين مختلف أفراد حسب التنظيم الاقتصادي السائد. ولم يعتقد يعتقد في تلك الأيام عفوا ولم يعتقد في تلك الأيام على الأقل بأن التوزيع والتبادل يؤثران في حجم الفائدة الوطنية المتحققة منهما. من الأفكار الرائدة لجون ستوارت ميل أنه ميز بين قوانين الإنتاج باعتبارها قوانين وقواعد ثابتة كقوانين الطبيعة، وقوانين التوزيع والتبادل باعتبارها قواعد مصنوعة بفعل المؤسسات الاجتماعية القائمة. وهذه الآن المقولة هي التي وردت كذلك على لسان هيريت تايلر الزوجة التي أحبها. وقال في شرح الفرق بين هذين الشكلين من القوانين إن قوانين الإنتاج وشروطه تشترك مع حقيقة الطبيعة اللي هي قوانين الطبيعة، ليس فيها صفة اعتباطية ولا خيارات، وأي سلعة ينتجها البشر لابد أن تكون محكومة بقوانين طبيعية ليست من صنعهم، بل محكومة بالصفات الكامنة في الشيء المنتج اللي هو المصنوع، ليس هناك مجال للرغبة أو الأمنية. أما قوانين التوزيع فهي من صنع البشر أنفسهم، خاصة للمؤسسات الاجتماعية والسياسية السائدة في الاقتصاد والمجتمع، ما يعني بأن البشر هم القوة التي تحكم كيفية تحقيق ذلك على أرض الواقع. عن الأجور ويجز، أيد جون ستوارت ميل فكرة صندوق الأجور، هذه الفكرة التي جاء بها آدم سميث عندما ادعى أو زعم أو قال بأن الرأسمالي عندما يبدأ بمنشأ بصناعة ما فإنه يدخر جزءا من رأس ماله جانبا حتى يدفع أجور العمال منه، فسميت الفكرة صندوق الأجور. هذه الفكرة التي جاء بها آدم سميث مثل ما أيدها طبعا مفكرون آخرون مثل السنيور وريكاردو وميل الأب جيمس ميل، وقد ذكرها جون ستوارت ميل في كتابه مبادئ الاقتصاد السياسي، لكن النقد الذي وجهه له صديقه ويليام ثورنتون، هذا صديق جون ستوارت ميل، وجه له نقدا حول تبنيه فكرة صندوق الأجور، دفعه نحو التراجع عن ذلك في مقال له نشرها في العام 1869، ومع ذلك بقي متحيرا بين قبولها ورفضها،
واستمر على موقفه حول مسألة الحاجة إلى ضبط السكان، ولم يعدل رأيه بمسألة صندوق الأجور في آخر طبعة من مبادئ الاقتصاد السياسي، وقال في الأجور بأنها تعتمد على الطلب والعرض لخدمة العمل، وأن الطلب على خدمات العمل يعتمد على الجزء المخصص من رأس المال لدفع الأجور العمال أو إلى العمال، ويعتمد عرض العمل على عدد الأشخاص الباحثين عن الشغل. ومن وجهة نظره لا تتأثر الأجور في ظل قواعد المنافسة بأي شيء إلا بالمقادير النسبية طبعا لمدخلات الإنتاج والسكان، وأن معدل الأجور لا يرتفع إلا إذا زاد حجم الصندوق الكلي أو ما يسمى aggregate fund المخصص لتشغيل العمال أو انخفاض عدد العمال المشتغلين، ولا تهبط معدلات الأجور إلا إذا تقلص حجم الصندوق المخصص لدفع أجور العمال أو زاد عدد العمال المشتغلين. استنتج ميل من هذا التحليل بأن الحكومة لا تستطيع رفع مجموع ما يدفع من أجور بواسطة ضبط الحد الأدنى من الأجور ما يسمى minimum wage فوق مستوى التوازن. نتابع. إذن الآن ملخص سريع أن لبعض أفكار ميل أنه أخفق في إدراك حقيقة اتصال التوزيع بالإنتاج، وأن العمليتين تؤثران بعضهما ببعض. تمنى أن يتبنى السياسيون سياسات مساعدة للعمل للعمال وذوي الدخل المنخفض، وقف مع حق العمال في مسألة المشاركة في الأرباح وتحسين مستوى عيشهم وزيادة ثروتهم. والآن الضرائب باعتبارها شكلا من أشكال الادخار القسري سأذكرها بعد قليل. الطلب على خدمات العمل يعتمد على الجزء المخصص من رأس المال لدفع الأجور إلى العمال وعلى العمال أو على العمل، ويعتمد عرض العمل على عدد الأشخاص الباحثين عن الشغل. لا تستطيع الحكومة رفع مجموع ما يدفع من أجور بواسطة ضبط الحد الأدنى من أجور من المميز فوق مستوى التوازن. الآن من أجل تجاوز هذه المعضلة لابد من قيام الحكومة بالتشريع الشكل ما من الادخار القسري الذي ذكرته فور سيفينج بواسطة الضرائب، ثم توظيف العائد من الضرائب المساعدة في تشغيل العمال الذين تعطلوا عن العمل بسبب الحد الأدنى للأجور. وقد أدرك ميل بأن هذه السياسة قد تؤدي إلى انفلات نمو السكان خاصة الفقراء منهم بسبب الاعتماد على ضمان التشغيل من عوائد الضرائب، فقال في ذلك بأنه لا يحق لأحد أن يأتي بمخلوق إلى الحياة ليبقيه حيا على حساب الآخرين. But no one has a right to bring creatures into life to be supported by other people. على الرغم من الاستعمال المقيد لمبدأ صندوق الأجور الذي قصده ميل، إلا أن أفكار النفس الكلاسيكية حول الصندوق شكلت ما بات يعرف بالفكر المضاد للعمل النقابي يونيونيزم، أي أن العمال لا يستطيعوا رفع أجورهم بواسطة العمل الجماعي النقابي، وإذا استطاعت مجموعة ما من رفع أجورها فإن مجموعة أخرى في مكان آخر ستفشل في تحقيق ذلك. وقد كان ميل متعاطفا مع العمال ودافع عن التحرر من القيود المفروضة عليهم في تشكيل النقابات، لكنه لم يعتقد بفاعلية النقابات وظن بأن فاعليتها في بعض الأحيان تصبح مضرة. اعتقد ميل بأن الأرباح المتحققة تذهب في ثلاث قنوات: الفوائد، التأمين، أجور المشرفين على عمليات الإنتاج وهم الرأسماليون أنفسهم superintended. وهذه القناة الأخيرة اللي هي أجور المشرفين هي مكافأة مقابل الامتناع عن استهلاك الأرباح بادخارها في التوسع الرأسمالي، إضافة إلى المخاطرة التي يتعرض لها الرأسمالي. هذا الآن مثلث اللي هي قنوات الأرباح: فوائد، تأمين، وأجور المشرفين. نظرية القيمة، في قوله في نظرية القيمة أو Theory of Value، قدم من الفكرة الجديدة فيها شكل من الإبداع، فقد قسم السلع من حيث العرض إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول سلع ثابتة العرض، الثاني سلع يمكن عرضها بأي كمية مرغوبة، الثالث سلع يمكن زيارة العرض منها لكن بتكلفة متسارعة. هذا الآن ثلاث أشكال السلع: سلع ثابتة العرض، سلع يمكن عرضها بأي كمية مرغوبة، الصنف الأخير يمكن زيارة عرضها بكلفة متسارعة.
الآن آخر شيء نقوله عن جون ستيوارت ميل، حديثه عن نظرية الطلب المتبادل أو المتعاكس أو المتقابل، theory of reciprocal demand، reciprocal، أيد فيها أفكار ريكاردو حول التجارة الدولية المعتمدة على قانون الكلف المقارنة أو law of comparative cost اللي هي الميزة النسبية، لكنه اختلف عن ريكاردو بإضافة مرونة الطلب على البضائع الوطنية، أي أن مرونة الطلب على البضائع الوطنية التي تستوردها دول أخرى، مرونة الطلب هناك في الدولة المستوردة تؤثر على الطلب. وأخيرا رأيه حول الحكومة، دور الحكومة، قال ميل بأن هناك دورا أساسيا لها وهناك دور خياري لها، ودافع عن تحجيم أو تقليل تدخل الحكومة في المجتمع الاقتصادي إلا بما يضمن السلام العام. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون فيه الفائدة العظمى لكم أحبتي جميعا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر مع مفكر آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.